اول حاجه شيكابالا عايز اقول لك حاجه، ما انا بقول لشيكابالا الكلام ده ولحسام حسن، اتمنى وارجو من الناس في نادي الزمالك ان هذا الموضوع يتقفل ويركز شيكابالا في الدوري الممتاز وفي نادي الزمالك. بص كده اتفضل. اول حاجه موضوع ان عبد الله جورج يقترب من اقناع شيكابالا اشك مليار المية. ليه؟ لان عبد الله جورج معهوش مفاتيح شيكابالا. تاني حاجه عبد الله جورج لا اصلا الجنايني مع احترامي طبعا لحد الاسماء عمرو الجنايني استاذ عمرو الجنايني هو معاه حاجه ثانيه عبد الله جورج طب ما انا اقول لك حاجه ما نشوف استاذ عمرو الجنايني ومفتاح شيكابالا ونجيبه النادي الاهلي. لا ما ينفعش يجي النادي الاهلي. ليه؟ اول حاجه ما كانش في النادي مفتاح مع استاذ عمرو الجنايني مضى في النادي الاهلي وساب النادي الاهلي قبل كده. لا النادي الاهلي اللي قال المتشكرين خلاص. لا هو اللي مشي. لا ما هو هو اللي مشي يا كابتن. ما هو لو مش عايزين يمشوه كانوا ما كانش مشوه. ايوه ماشي بس ما هو ده شيء محترم من اداره النادي الاهلي. ايوه ايوه تقول كده انها لا ده شيء محترم من اداره النادي الاهلي. ايوه ما بتاخدش حد غصب عنه. ايوه ما مضى قبل كده وائل الاباني. ما انت مضيت وائل الاباني برضه عشان ندي الناس حقها. وعايز اقول على حاجه احيانا بعض الناس يعني انا مثلا دلوقتي عارف ان عبد الله السعيد مضى على عقود حسن النيه في النادي الاهلي. ماشي بعض اللاعبين الاخرين اول مره اسمع عقود حسن النيه. ماشي عقود حسن النيه يعني انت بتمضي والعقد يظل معاك. طب اكمل لك بس عبد الله ووليد سليمان مضى عقود بس تبقى ايه بقى في درج عدل القيعي خلصت الصفقه مع الاداره. طب ما ده مش صح. ما انا اول حاجه اهو خلص. لا ما صح مدارس بمعنى ايه خلصت الصفقه مع الاداره تظهر العقود بيضمنوا بيها عدم تلاعب اللاعب. ما خلصتش مع الاداره ولا كانه مضى على حاجه. ليه ما نسميهاش عدم تركيز اللاعب؟ ليه عدم تلاعب اللاعب؟ لما انا عارف ان انا ماشي هلعب ازاي وادي ازاي يا كابتن. يا كابتن عايز اقول لك على حاجه احنا ما عندناش الثقافه دي يا كابتن. انا كابتن عايز اقول لك في النهارده رجال اعمال او مسؤولين سابقين في النادي الاهلي بيتفاوضوا مع ثلاث لعيبه مهمين في نادي الزمالك ابو واحد السيد ابراهيم صلاح حازم امام. ليه؟ في ناس من بره. قول لي تاني مين؟ قول لي مين تاني؟ ابو واحد السيد. ابو واحد السيد ابراهيم صلاح حازم امام. ابو واحد السيد لان هو ممكن يجي بالماده 17 لان مضى سنتين من عقده بقى له سنه واحده ماشي وخاصه ان ابو واحد قال انه ماشي. عنده كام سنه؟ لا مضى سنتين عنده من كام سنه هو عنده كام سنه؟ 31 سنه. حارس مرمى قدامه على الاقل 7-8 سنين من في الملاعب يعني. اثنين ابراهيم صلاح انه يروح بره ويرجع. حازم امام لانه عليه ديون ومش عارف يسددها وعنده مشاكل. لا عاوز ودول ما قلتش انهم مسؤولين في النادي الاهلي. هتقول لي انا صحفي انت جبت الكلام ده منين؟ سمعت الكلام ده نشره حتى في نجم الجماهير بكره بالتفاصيل. لا جبته منين؟ جبته من مسؤولين في النادي الاهلي مش عايز اقول لك اسمائهم اقولهم لك بره الهوا. مسؤولين قريبين جدا من ناس مسؤولين في النادي الاهلي يعني يعني مع احترامي لعب واحد السيد جول مصر كمل التاني. مش بقول لعب واحد اللي بتفاوض بقول لك هم بيلعبوا في دماغهم. بيلعبوا في دماغهم. ايوه طبعا. واحد قال لك انا هسيب الزمالك ابو واحد السيد لما يقول هسيب الزمالك الاهلي ما يتمنهوش. ابراهيم صلاح النهارده انا اتمنى الشناوي مش عبد الواحد السيد. ما هو احنا الشناوي ما هم بيتفاوضوا معاه يا استاذ ابو المعاطي. انا اتمنى الشناوي كابتن وارد مش اتمنى عبد الواحد السيد ماشي يعني. اللي انا عايز اقول لك ايه انت دلوقتي في مراحل بص انت قلت دلوقتي ايه التركيز اللاعب انت عارف الكلام ده اكتر مني ماشي ان في مرحله تساوي النقاط بين فريقين كبيرين كل واحد بيستخدم اسلحه فواحد بيجي يقول له انا صاحب عدل القيعي انا صاحب محمد عبد الوهاب في كذا كذا يبقى لعيبه سوري في اللفظ يعني يبقى لعيبه مش بص يا استاذ ومنهم لعيبه بتعمل يا استاذ ابو المعاطي اللاعب اللي ما يركزش في ناديه وفي اكل عيشه اللي بيعمله في ناديه يعمله فيا. ايوه ماشي يا كابتن انا عايز اقول لك حاجه ثانيه. الله يرحمك يا صالح يا سليم. عايز بس اكمل لك في حاجه ثانيه جزئيه مهمه جدا. انت النهارده وليد سليمان ماشي عمل مداخله معاك من اسبوعين ثلاثه خد 50,000 جنيه غرامه قال ان انا عايز اسيب النادي انبي وخلاص وان انا اتمنى العب للنادي الاهلي. النهارده اداره النادي الاهلي اللي هي على علاقه وثيقه جدا بوليد سليمان ها ما قدرتش انها اللاعب غضب ان النادي الاهلي ما عوضوش والسنه اللي فاتت كان في 50,000 جنيه كمان. النهارده بقى في وعود ليه النادي الاهلي ايه؟ اتخصم منه 100,000 ما عوضوهوش عن ال 100,000. مين اللي يعوضه؟ الناس رجال الاعمال اللي هم بيكلموهم في النادي الاهلي؟ اه بتاع ايه يعني يعوضوه بتاع ايه؟ بتاع يعني؟ ايه؟ ما هو مش انتوا دلوقتي قاعدين معاه وبتقولوا له قول انك عاوز تيجي النادي الاهلي واضغط اعلاميا عشان تروح النادي الاهلي. يعني هو اتخصم منه 50,000 رجال الاعمال بتوع النادي الاهلي يدوا له؟ لا انا بسال بس لوليد. انا بسال بس أي مش هما اللي بيقولوا له كده مش بيرسموا له الخطه كده مش بيقولوا له ابو المعاطي ابو المعاطي ابو المعاطي الحكام.